لا مشروع اتفاق نهائي لمكافحة الاحتباس الحراري الجمعة، هكذا أعلنت مصادر في الرئاسة الفرنسية للمؤتمر الدولي حول المناخ المنعقد في باريس. المصادر أشارت إلى أن المزيد من المشاورات ستجري خلال اليوم قبل تقديم النص النهائي لإقراره من قبل المجتمعين في جلسة عامة السبت. ويسعى الوزراء وممثل الدول 195 المشاركون في المؤتمر إلى تقليص هوة الخلافات للتوصل إلى اتفاق لمنع كوارث مناخية باتت تتكرر. وتريد دول الشمال أن تساهم البلدان الناشئة في التمويل، فيما تطالب دول الجنوب بألا يعوق تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تنميتها الصناعية والاقتصادية.